تأسس إقليم لبنان للجمعية في العام 1969 لتقديم الخدمات الصحية والاجتماعية للاجئين الفلسطينيين المقيمين في المخيمات في لبنان، وتتمركز مؤسسات الجمعية داخل المخيمات أو بالقرب منها. تخدم مستشفيات الجمعية ومراكزها الفلسطينيين المسجلين منهم وغير المسجلين لدى وكالة هيئة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين الأنوروا، إضافة إلى المواطنين اللبنانيين المحتاجين وغيرهم من الجنسيات الأخرى. يتم تقديم هذه الخدمات بشكل أساسي من خلال مستشفيات الجمعية الخمسة المنتشرة في مناطق وجود اللاجئين الفلسطينيين في لبنان، وهي مستشفى الهمشري في صيدا، مضافا إليه مركزا لغسيل الكلى يقدم خدماته لمئة مريض فشل كلوي، مستشفى الناصرة في بر الياس في البقاع، مستشفى بلسم في مخيم الرشيدية في صور، مستشفى حيفا مخيم برج البراجنة في بيروت، مستشفى صفد في مخيم البداوي في طرابلس، مضافا إليه مركزا لغسيل الكلى يقدم خدمته لخمسة وثلاثين مريض فشل كلوي، إضافة إلى مراكز الصحة المجتمعية التالية: مركز الدكتور فتحي عرفات الصحي المجتمعي في مخيم نهر البارد في طرابلس، عيادة عكا في بير حسن في بيروت، مركز شتيلا الصحي المجتمعي مخيم شتيلا في بيروت، مركز سعد صايل الصحي المجتمعي في مخيم عين الحلوة في صيدا، مركز الجليل الصحي المجتمعي في مخيم برج البراجن الشمال في صور، مركز البص الصحي المجتمعي في مخيم البص في صور، مركز القاسمية الصحي المجتمعي في مخيم القاسمية في صور، مركز بعلبك الصحي المجتمعي في مخيم الجليل في بعلبك. ويدير الإقليم برامج التثقيف الصحي وبرنامج الشباب والمتطوعين وخدمات العلاج الطبيعي. وتعمل الجمعية على إنشاء مستشفى صفد الجديد بسعة 52 سريراً في مخيم البداوي القريب من طرابلس شمال لبنان، ليكون بديلاً عن المستشفى الحالي الذي يتسع لنحو 28 سريراً. استحداث قسم قسطرة القلب في مستشفى الهمشري في مخيم عين الحلوة في مدينة صيدا، إنشاء مستشفى مركزي في منطقة سور مزودة بخدمات صحية ثانوية مختلفة.